السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا راكم كله بخير. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبداو، اليوم عندنا موطور لانسيستاج دي هي هذا اللي يجي في الدسونويت لاش دي هذا، واش حبيت ما نحبش ما لقريه وما نحبش نخدمه بزاف غير معرفة برك. هذا واش فيه؟ دوك نجيب فاتح نحلو ونحضرو ان شاء الله. هذا فيه فويت تاع ماء في لابيب تاع الترموستات. و بون لابيب تاع الترموستات خاوتي في لاش دي هي دي بريفيرونس، باسكو دي فوا يبلوكي تبلوكي الترموستات تاعو، فيها ديفو هادي تبلوكي الترموستات. واش يصرى؟ يقومي موتور ديريكت، يقومي بيستون، هي دو بريفيرونس من العام للعام تتبدل. هذا نجم نقول لكم بالك قبل تبلوكي لو ترموستا ولا حاجه، ستروا ربي ستروا ربي، وعلى جعلوا ربي سبب فويتات لو لابيب تاع الترموستا. درك نعطيكم نحيوا لا بطاري ان شاء الله، نعطيكم من الفويتات. الله راكم تشوفوا فيها هاي في النص فويتات من هنا مع جنب ما وين ما بلومبي شغل نص قد قد. درك باه يتنحاو لي ديريكت لازم نحي سوكر تاع لا باتري صح، وهذا تاع الفلتر تاع الريح، ومن بعد نحيو لي ديريكت تاعنا ان شاء الله. باسكو كلها بلي كولي هي دوريجين، باسكو لابي تاعها هادي والله ما على بالي حتى الطوموبيل قداه ماشيه. هاكي نحيت السوكت على البطري هاي تبان مليح، ونحيت الواحد من فوق حتى من فوق ها من توضر. بون مولاها جاب لي اود ماوين قاعد يهود، قدرت حتى نخزفو بالكابلاج، جاب لي واحدة مولاها اختها بعد ها هي لا ريفيرونس تاعها هاي، هذا حسب لامارك اسبانيا ولا ديا. بون دوك كملو نحيو ان شاء الله، يعني عندها ربع ويت نحيو لي ديريت، ونحيو الربع ويت باذن الله ونحاولو نجبدوها. شنو فيها الديريت هذوما دوريجين هما اللي شويه واعرين برك. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت. هاي خاوتي بعد ما تنحات هاي من كان توضع هاي من كان توضع وين البلومباج تاعها هي. دوك نحلو جديدة تشوفها ان شاء الله. هاي اختها بعد نحيو الواحد تاع البرجر وركبوه لهنا. هذا بلاصة المانو منو شوف الترموستات الاخرى بدات تفزد، هو انا نقول لكم تتبدل كل عام من عام لعام الواحد يبدلها، نحي الشك منها خلاص يقدر تعمل مشكله كنا يقوم بيستون فاصون. نعطي لكم كيف تتنحى، قلت لكم اربع بولونات دويت ولي ديريت هذوك لي ديريت يتنحوا بحال يجيو شويه سهلين، ما نجمش باسكو نحكم بزوز يدينا بندير ديكروشي الكروشي تاعها ويد الاخرى نجبد بها. هذيك ما قدرتش نعمل لكم فيديو عليها. بون دوك نركبو هذه جديده اللي عطنا لكم ان شاء الله. ها واش نحيو كل شيء وما تنحيوش يعني حاجه كبيره، والوحده تاع لابيب الفلتر تاع الريح وترخفوه برك، نرخفو تراز هذوما باه يعطينا شويه اسباس برك تاع سنتيم ولا حاجه باه نجمو نهزو الوحده الكابلاج برك.
نركبوا هذه ان شاء الله، نديروا لها شويه زيت لهنا في الجماع بون سي جامي ونركبوها ان شاء الله. مرة أخرى السلام عليكم خوتي. اليوم احنا درك بعد الصعوبات على خاطر هذه العداد اللي بدينا لها الطبيب هذه على الماء. اليوم هي على جال مرتسام مرتسام راح نبدلها منها. حبيت نفهمكم حاجة بركة في الطبيب تاع الماء هذه كي بدلناها وصرنا الكوي تاع السخانة ما يطلعلوش، يديماري الفونتيلاتير نورمال، يديماري ويحبس نورمال الفونتيلاتير تاعها. شكر ويدي مرة يحبس مش تثبت باسكو تحل الترموستا، شوفوا تحل الترموستا اللي مو غدوة عاود رجع حالي قال لي اللي قويت عسخنة ما يطلعش. وش راح نعمل؟ روح ديركت مول المانو تاع السخانة، المانو توبيراتير هو اللي مي هو اللي ينديك السخانة في الطبل دبار باسكو قعدت له في 70 ما حبش تطلع له. ملغري تحل الترموستا يسخنوا اللي ديرت في زوز فيريفيتا سنيتا بون مومون حتى نحلت الترموستا سخنوا اللي ديرت في زوز والليغوي ما حبش يتحرك. مشينا بها ما حبش يتحرك. اليوم غدوة عاود رجع حالي واش درت له؟ نحيت المانو تاع القديمه تاع هذه تاع سخانه وركبته له في الاخر على الليغوي يخدم نورمال. حبيت نقول لكم على حاجه برك نقول لكم لها كي تشري بار اكزومبل كيما صرات لي انا بيب كيما هذه ديروا حسابكم على المانو تاع الفونتيلاتير ويقدر يكون ما يطلعش ليكوي تاع السخانه. ما تروحوش كونتر بي تقولوا بالك لا بيب جديده والمانو جديده وما فيهش مشكله خلاص، لا هم يعملوا مشاكل بزاف. حاجه جديده دركا كل تعاود تتكونترولا والحاجه الجديده هي اللي فيها المشاكل بزاف. استوني خاوتي على هذه برك حبيت نعمل لكم معلومه برك نزيدها لكم على جال في البيجو هذوما. دوك اليوم عندي زامورتيسر تاعها باين بلي تصور لامورتيسر ما يحبش يتنحى لي بس بنحيته وزدت بوانتيت له بوانت سودير لهنا بقدر نحكمو بالفانسايتو باه نجم نحل البولون تاع الواحد ما يحبش يتحل تاع لامورتيسر. انا حرك بلا زامورتيسر زدت في الكيابا هاي كيابا كاي كريك بي حاجه ملاحه خلاص ركبها ان شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين وكاش معلومات اخرى ان شاء الله. وما تنسوناش بالجيم والبارطاج وكاش ما واحد عنده استفسار نجم يكتب لنا في لي كومونتير. والسلام عليكم.